نرجي الاسم الاول عنه ما منتحول في الاخبار في الرياضة بكل شي فنجميل بوجي برعاية متنزه وقاعات الافراح تل المرح برعاية مقهى حكاية كفر قرع برعاية ديزول بلوس دكان لراحة الزبائن في محطة وقود ديزول صعبني برعاية بلدي أربح لك بطاقة الهدايا والامتيازات من محطة وقود ديزول صعبني أعزائي المشاهدين من حرش الجنوب بحي العرق نفتتح حلقة 22 برنامج بكجيات رمضان إن شاء الله رح تكون حلقة ممتعة وشيقة ابقوا معنا هلأ جاي تصالح هلأ وعلي تراضي لما صار الأمر معلق بدين القاضي حكم القاضي رمضان كريم عرفنا على حضرتك يوسف مصارو من كفر قرع كلنا شو قاعد تعمل بهالأجواء الحلوة برمضان والله احنا من الشغل ومن عند القرايب وعند الكل طيب بسألك شو رأيك بالمفركعات الألعاب النارية اللي بنشوفها اليوم هاي مش مليحة وتقولي بالذيك على الأولاد حتى في الناصر منعوها وكل المحلات مش مليحة يعني أنت بتعطيش أبنائك يلعب بالألعاب النارية مش بعطيهم مش بعطيهم بس ما بشوفوا الأولاد الكل بشوفوا أولاد الحارة أولاد الدنيا كلهم بيسووا خلص بحبوا يسووا على شيء خافش عليهم بخاف عليهم بس الكل بيسووا هيك خلص خليهم يشايفوا طيب شو بتقول لكل الناس بهالمناسبة بقول لهم كل عام وانتم بخير وهذا هو شكرا لك رمضان كريم أهلين فيكم على السلامة رمضان كريم عارفين على حضرتك أهلا وسهلا أحلام حميد من أم الفحم أحلام احكي لنا بتشتغلي أنت برمضان لا بتاخدي راحة عشان شهر رمضان بالضبط راحة قبل الرجوع إلى الشغل والتعليم طيب قولي لنا شو بتعملي هون بتل المرح معزومين عاملين هيك لمة عائلية عن طريق أمامي معزومين كل جمعة بنعمل عزومة لواحد واحد بازم كل العائلة طيب وشو رأيك بهاي اللمات بتقرب الأهل على بعض أكيد أكيد طبعا يعني حتى لو إنه بالأيام العادية بدنا نلتقي يمكن نلتقي إحنا واحد من العمام إحنا وعمي واحدة بس إنه مش كل الجمعة فأكيد يعني هذا الشهر بقربنا من بعض وبزيد طبعا هيك المحبة بيننا طيب وشو رأيك بالألعاب النارية والمفركعات اللي بنسمعها اليوم بشهر رمضان أكيد ضدها يعني 100% غلط وأنا برأيي لازم يعني نلاقي حل هاي الشغلة لأنه كثير ناس تأذوا من وراها وكل يوم نسمع بخبر شي واحد انحركت إيده بعرف شو صار معه بالضبط فعشان هيك لازم نلاقي حل إنه نمنعها طيب مع أنه في ناس اليوم بأيدوها بيقولوا أنه بتعطي جو أكثر لرمضان شو رأيك؟ لا شو يعني إذا حطينا مفركعات معناها بتزيد فرحتنا بأمنش بهاي الشغلة يعني نقدر نفرح من دونها ما خصش طيب شو بتوجهي لكل الناس بهالمناسبة؟ كل عام وانتم بخير وان شاء الله كل سنة أحلى من سنة وتحققوا كل أمنياتكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير احنا بنعيد عليك بطريقتنا هدية من حكاية ألف مبروك رمضان كريم يسلموا وإلكم كمان يسلموا رمضان كريم عارفين على حضرتك عارفين كلنا شو اسمك اسمي لطفية وكل احكي لنا شو هيك شو شايفه كيف برمضان حلو الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الكرم بي والخير بي والدين بي طيب قولي لنا شو رايك هيك بايام رمضان بهاي الايام عن ايام زمان كلها مليحه انا لحقت ايام زمان كلها مليحه نفس العباده الحمد لله رمضان بتغيرش الكرم بيه والسعادة بيه والدين بيه رمضان بتغيرش مش شايفة انه هيك الناس تتغير التصرف لا, لا, لا كلهم ملاح طيب شو رايك هيك بتصرفات الناس واعمالهم وشباب الشباب ملاح احسن من قبل ملاح ملاح كل الناس مليحة ملاحم
تقدريش تذمي حدا. طيب كل لنا هيك بمناسبة شهر رمضان لكل الناس كلمة. كل الناس مليحة وكل الناس صايمة والناس كلها ثواب وخير. طيب شكرا لك رمضان كريم. شكرا لك حبيبتي. يرضى عليك. رمضان كريم عرفنا على حضرتك. رمضان كريم إبراهيم ملحم من عرارة. احكي لنا شو بتعمل بهاي الساعات الأخيرة قبل الإفطار؟ والله نطلع نقضي شوية وقت يعني نشتري شوية فلافل شوية حمص وضنت زي ما شايفين جاي نشتري شوية كنافة. طيب احنا موضوع حلقتنا اليوم عن الألعاب النارية والمفرقعات اللي بنشوفها برمضان بشكل كبير، شو رأيك بهذا الموضوع؟ والله منيح اللي يعني مهتمين في الموضوع هذا لأنه موضوع بيكلك الجميع ونتأمل إنه يصير توعي حتى الناس تبطل أو تأخذ زمام الأمور لأولادها. يعني الكل قاعد بكل الظاهرة سيئة ظاهرها سيئة بس المبين الأكثر قاعدين يعني مش دارين حتى أولاده الواحد قاعدين بيشتغلوا بيعملوا بضرب الزكوكيم هاي ومن جهة كل واحد بيدعي إنه ضد هاي الظاهرة فبنتأمل إنه يصير توعي وعن طريقكم عن طريق القنوات المختلفة. طيب بتشوف شو إيجابية بهذا الموضوع بالمرة؟ الزكوكيم هاي؟ ما أنا بشوفش ولا أي إيجابية في الموضوع هذا. يعني إحنا إذا بدنا نشوف إن ظاهرة البهجة أو الفرح بصيرش برضو تبقى على حساب إنها تسبب ضرر يعني هذا شيء مش مقبول. أنا بشوف إيجابية. بوجه كلمة هيك للشباب هذول عشان توعيهم. والله أنا بزيد على اللي قلته إنه هاي الشغلة ممكن إنها تسبب في ضرر كبير ممكن إنه حتى في قبل العيد بنشوف في أولاد كمان اللي بنقطعوا أصابعهم اللي بتروح عينه يعني بنتأمل إنه يبقى توعي للأمور هاي ويتفهموا الموضوع هذا وما يشاركوا في الفعاليات هاي. بي طبعاً. احنا بنشكرك رمضان كريم وبنعيد عليك الف مبروك نعطيك هديه بمناسبه شهر رمضان وبس هيك وجه كلمه لكل الناس بهالمناسبه. طبعا لجميع المسلمين بقول لهم كل سنه وانتم سالمين وكمان عيد سعيد ان شاء الله بعم على جميع المسلمين ومع ريح التغيير. شكرا لك. اهلا بك مع السلامه. رمضان كريم عرفنا على حضرتك. الله أكرم حكم كبه من عين السالم. حكينا شو قاعد تعمل هسه بهاي الساعات الأخيرة قبل الإفطار. أنا أتوضع هسه آخر أوقات عشان نضيع وقت وبرضه منجيب أشياء حلوة وشغلات للدار. طيب شو رأيك بالألعاب النارية والمفرقعات اللي اليوم شايفينها بشكل كبير برمضان؟ طبعا هذا شيء خطر وبيجلب الضرر وشفنا حوادث كثير العام أول عام وكل سنة تقريبا وكديش بمنعوهم لكن في ناس بيخالفوا القانون بعدهم. طيب انت كلنا شو عامل برمضان؟ الحمد لله احنا بنصوم بنأدي واجبنا كبير ربنا الحمد لله رب العالمين. طيب وجه كلمة هيك لكل الناس بهالمناسبة. كل عام وانتم بخير للجميع ورمضان كريم وان شاء الله بنعاد عليكم تقريبا. احنا بنشكرك رمضان كريم ونعاد عليك بألف صحة وعافية هاي لك هدية بمناسبة شهر رمضان. شكرا. الله أكرم سلامات. رمضان كريم. الحمد لله. كلنا عرفنا حضرتك هيك قدام الناس. أحمد سعيد أبفضني. كلنا شو كيف حاسس برمضان صعب عليك؟ الحمد لله لا مش صعب أحسن منه في شيء. أنا بصوم برمضان وبصوم شعبان وبصوم رجب والحمد لله رب العالمين وربي فقدني في المرض وأثر علي شوي ولكن ما يعني أنا كويت على رمضان وغير رمضان وبصوم كل الأوقات اللي بدي إياها وبصوم الحمد لله وبصلي. طيب كل هيك شو رأيك بأيام رمضان بهاي الأيام عن أيام قبل بتختلف؟ بشتير الناس اليوم مفسودة الأشترى مفسودين الناس اليوم كلياتهم مفسودين يعني أهل القبيل بكوا أحسن وأنظف أخرى من الناس اليوم كل واحد بده يعبي بطنه بس بيعملوش في الثاني. طيب وشو شايف هيك بالشباب الجيل الشباب كيف شايفهم تصرفات؟ نافعين مش نافعين ولا واحد نافع لأنه كلهم ضالين مش ماشيين على منهج الإسلام من ناحية واحدة وبيصلوا كان بيصلوا بيصوموا هيك بالسركة بدون معرفة بدون 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 معرفة من مرة. طيب شو بتقول لهم هيك كيف بتهديهم؟ أنا بقول الله يهديهم أنا بقول الله يهديهم على الخير مش على شر على خير إن شاء الله دول بيهديهم.
طيب كلنا هيك كلمة عشان رمضان، شو بتقولنا عشان رمضان؟ كلمة لكل الناس بتعايد عليهم. هنيهم إن شاء الله كل عام وهم بخير. وانت بألف خير، شكرا لك رمضان. شكرا لكل الناس. رمضان كريم. عارفين على حضرتك. اهلا وسهلا فاطمه فلاحين. احكي لنا شو قاعد بتعمل محل خضره؟ بتحضري خضره من هون عشان نطبخ، بتعرفي بعد الفطور بحب ياكل واحد شويه فواكه او شويه حلو. شو عامله اليوم طبخه؟ اليوم والله حشيت تراف وكلت بطاطا ودعمل تبوله. صحة وعافية. طيب كلنا احنا اليوم موضوع حلقتنا بنحكي عن انه اليوم المجتمع العربي ان النساء اللي بيشتغلن بالدار وبيطبخن وكل شيء. شو رايك انه برضه انه الرجل ممكن يساعد وفي رجل فيها شيء يروح يجيب واحنا بنحضر اما يشتغل معي لا بدايقني انا بدايقك اذا بشتغل معك بالمطبخ ولا بسرك اللي هاي لا او هيا لا انا بشتغل حالي احسن لي عن جد؟ انا اشتغل حالي. حسيش انه هيك بهون عليك؟ لا انا حتى بتهوس هيك وبحب كل عيلتي تكون مبسوطه من طبيخي. طيب وشو رايك هيك باجواء رمضان؟ تلاقي كيف حاسه؟ الحمد لله بخير نعم الحمد لله كنا مبسوطين ان شاء الله بنعاد علينا كلنا واحنا بالسلامه ان شاء الله. رمضان كريم. بس هيك كلمه بتقوليها لكل الناس؟ ان شاء الله يا ربي تنعاد علينا كل سنه نبقى مبسوطين، بس يبكي شيء مليح يبكي مع بعض، الكل بحب ثاني بحب اخوه بحب اخته يزوره، كل شيء بنجمع فيه رمضان كل احبه كل الناس عكادي وحدي، وبالذات روح ابيبه ما بطبخ الحلوه او بطبخ او شيء حلو هذا بتشفي انه بيجمع عيلته معاه. شكرا لك. رمضان كريم. تسلمي وانت ان شاء الله ربي بنجحك وبتضلك منيحه هيك وكلكم كل عام وانتم بخير. تسلمي شكرا. رمضان تسلم. كريم عرفنا على حضرتك. اهلا وسهلا. موسى مصارو من كفر قرع. احكي لنا هيك شو عامل برمضان؟ كيف الجو تلاكي؟ والله الجو عادي والحمد لله رب العالمين، مستورين احنا والاولاد وبنشتغل ومثل ما انت شايف يعني الحمد لله رب العالمين. طيب هيك شو رايك باليوم تصرفات الشباب وهذا الجيل الجديد بما انه احنا برمضان؟ تصرفات الشباب نتمنى التوفيق للشباب وللبنات ولكل اهل جفر قرع ولكل الامه الاسلاميه، عشان الإنسان أول إشي بيحب الوفق بين الناس ويكونوا متفكين يكونوا متعاونين على الخير يكونوا عايشين زي قبل 30 سنة 40 سنة أهلنا اللي تعبوا وشكيوا وبكوا كلياتهم عايشين الجيران بالفرح أو بالشره، بكوا كل الناس مبسوطين مش زي اليوم. اليوم صار تطور والشباب صار تطور والبنات صار عندها تطور، طبعا الحياة تغيرت. أما إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يوفق الناس على الأعمال الخير لكل الناس. طيب شو اللي بكى حلو هيك زمان؟ شو الإشي اللي بيميز؟ الإشي اللي بكى حلو قبل بكى سعادة، بكى هدات بال، بكوا الناس لما يتعشوا المغرب كلياتهم يلتقوا على البيضر عند بنك عند بنك العربي اليوم، يقعدوا الناس وينبسطوا هالاخترية والاختريات ويقعدوا كل واحد شو في عنده قصة يحدثها يتخرف عليها عن أيام قبل أيام سيادنا وأبوتنا، برضو بكوا يحدثونا وبكوا يوصونا على العمل الخير وعلى السدوك وعلى الإحسان مع الناس على التعامل الحسن مع الناس، وإن شاء الله إن ربنا بفرجها على أمة محمد وبنعيش نكمل باقي الحياة بسعادة وتكون صحة مليحة للناس، يعطينا ربنا الصحة أهم شيء الصحة يا عمي، عشان المال مش الغنى، المال هي غنى الصحة. الكلمة الحلوة زمان بكت أكثر وأحلى، بكى أحسن يا عمي سعادة بكى أحسن، والكلام بين الناس يعني بكى الأب إن كل ابنه هاي الطريقة الصحيح كله أمرك، إن كلت له أمه هاي الطريقة الصحيح كلها أمرك. اليوم السمع صار خفيف يعني الأب صار يحكي مع أولاده يحدث أولاده يحدث بناته كلهم هاي الطريقة الصحيح وهاي الطريقة اللي مش صحيح، وبيعرف الشاب إن هاي الطريقة اللي ماشي فيها مش صحيح. أما للأسف الشديد التطور بإسرائيل طبعا تغير والشباب تغيرت، وتعرفي كل جيل إلو جيل، ويا ريت إنها ترجع الأيام اللي
قبل 30 سنة و 40 سنة. بتأيد انه الرجل يساعد المرأة في البيت؟ مش عيب يعني شغل، مش عيب. المساعدة بين الرجل والزوجة برضو مساعدة مليحة، اللي مشوا حياتهم ويعيشوا حياتهم مسطورين، ومش عيب. أنا بأيد المرأة أنها تشتغل بشغل شريف وشغل مقبول، مش عيب. وبالبيت بأيام رمضان يعني الدنيا حم وساعة طويلة، والمرأة بتوقف من الصبح للفطور عشان تحضر أكل، برضو بتأيد أنه الرجل يساعدها بالمطبخ؟ ليش؟ أنا يعني اليوم عمري 54 سنة وحشتي برضو بنفس الجيل. سدك وآمني بالله يا عمي، مش عشان يعني بمجرد خراف، إن مرات يعني بكون بساعدها إشي بتقدرش تحمله بخليهاش تحمله، بساعدها على كل إشي، مش يعني بس على إشي معين، وبقوم وبساعدها. ومش عيب اللي بساعد مرته على شغل البيت، عشانها تجي المساعدة بين الطرفين، يعني المرأة بتساعد والزلمة بتساعد، الولد بتساعد والبنت بتساعد، وتأييد مليح للطرفين إنه يقوموا بعمل مشترك. احنا بنشكرك ورمضان كريم وكل عام وانت بألف ليك، يستر عليك يا عمي. شكرا. رمضان كريم، كلنا شو اسمك؟ ريان. ريان شو بتساوي؟ ريان. طيب شو قاعد بتساوي؟ بتشتري هنا من هون اشياء؟ بدك تروحي على الروضه؟ لا، على الاول. على الاول صرت كبيره. طيب قولي لي شو بتحبي تاكلي اكثر اشي من طبيخ الماما؟ الدوالي وسباجيتي ومعكرونه. طيب اندومي. صحة وعافية. طيب قولي لي شو بدك تسمعيني؟ بدك تسمعيني اشي؟ يلا سمعيني. وطني سمكة، رأت الشبكة، يد الولد تعني حرة حتى الأبد، يأثر أشباك من النهر، بين سحور البحر، قال الولد مع الملك، لو أمسكك سأطعمك سأربيك، سأجعلك أحلى سمكة وسط الحوت مثل السمك، وسط الحوت مثل الملكة. فبكت السمك قالت بحروف مرتبكة، بحري وطني، نهر وطني، ابعد عني لا تمسكني، فتقتلني ستقتلني، وطني وطني وطني. انت السمكة، انت بتجنني. يلا مبروك من ربحك هاي الطابة، رمضان كريم مبروك. شكرا. يا شهر الصوم فيك الناس هلوا، علينا نجوم ضو الكون هلوا هلوا. يا شهر الصوم فيك الناس يلوا، علينا نجوم ضو الكون هلوا معانا، يا جميع الناس هلوا بشهر الصوم، شرف أرحاب، كل عام وانتو بخير يا حبابنا، وكل عام وانتو بخير يا حبابنا. أعزائي المشاهدين، كنا في حلقة 22 برنامج بوكجيات رمضان، بتمنى أن الحلقة تنال إعجابكم. انتظروا حلقات مميزة دائما دائما معكم رجاء عبد الرؤوف، ولكونا غداً.